بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إياك نعبد، فاجعل عبادتنا خالصة لك، مأجورة منك، بعيدة عن الرياء والشرك، وعن التقرب إليك بما شرعته الشياطين الإنس والجن. وإياك نستعين، فأعنا بمددك الذي لا حد له، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو إلى باب غيرك، ولا تذلنا بالخضوع لسواك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتجاوز عن ذنوبنا وتقصيرنا، وهذا حالنا لا يخفى عليك، فاغفر يا غفور وارحم يا رحيم، آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برأينا خوشكاني بريز با سلسلة برنامج تازبنا وخلفاء الراشدين قيشتونة وخزمتي اوي بريز مدرسية كما لسرزاتك زور برز قساكين أمير المؤمنين أبو بكر صديق رضي الله عنه وأرضاه براسي بموانية بهيش وازن من أمثال من بتوان لف فيديوهيكا ما في أمبيا وبدن لقوري أمبيا والعظمة أمبيا ولإخلاص للصدق ولكرم أمبيا وبتوانين إما توصيفي كين بوتان كبلين أبو بكر كيبوا والله وأزانم ناتانم بلا محر محاولي خومك إن شاء الله بباش ترين شي وبتاني بقينم كأمبيا وبرايزي كيه لسري شيهات والكتاب والسنة لسيرة للتاريخ لسر شهادتي حتى كفار قريش لسر أمبيا وبرايزي شيهات والكتاب كان. ومع الأسف، أسف الشديد، وكوئبينن أمشي خملاو قورو زاناو عالماني ولا تكاني خومن بداخ وكسيان كستان بيني وملايك بلين من دواك وتوي أبو بكر، من دواك وتوي عمر، من دواك وتوي عثمان، يا علي رضي الله عنهم جميعا، هرال من شافعيم وأولا من أشعريم وأولا من مالكيم وأولا من صوفيم وأولا من سلفيم وأولا من مكتميم. اللهم مستعان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بويا إن شاء الله محاولاكم مباشر بروننا ودرسك لسر أمبيا وبرزق ساكن إمامي أبو بكر كنا وطواوكي عبد الله ابن قحافيك قحافيش طبعا الكنية باوكي تناوي عثمان باوكي ابن عامر التيمي القرشي ناو طواوكي خو يعني عبد الله كري قحافك وباس ما نقول قحافيش كنية باوكي تناوي عثمان وعثمانش كري عامر عامري تيمي أصليا لقريشة وبيش دابزيني وحي بو محمدي بيش واصل الله عليه وسلم إمام أبو بكر لبين طائفة وقلوهوزو نتوكي خويا كسي زور بريز بو أجر سيرو تاريخ بخينو أزانن كمسؤوليتي كي زور تور قورس بيردرابو بإمام أبو بكر لو كاتا بيش نزولي وحي أمبيا وبريز مسؤولي دي بين الطائفة كان وقبعيل كان عربو يعني قريش بو هر كارك بو هر إيش كسي كان دانابو منصبي كان بدابو لبروي كإيشو كاروباري أو شارو ولا تحكمتي خوان بريو برن إمامي أبو بكر رضي الله عنه قبل نزولي وحي أمبيا وبريز مسؤولي دي بو أجل كسي لطائفة لقبعيل كي عربا إيكي كي بكشتا يا أمان لكسي كان بكشتا مسؤولي كارا سركدني أمنا خوشيو حلي أم مشاكل دفع ديو أما نبأ أسطوي إمامي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني بيش دابزيني وحي باهيوام أمتان في علم كمكسيكي شريفة بيغمبركاني الله عليه الصلاة والسلام هرواب بيش أويك دابزي وحي بيان لبين طائفة وقالوه زكي خيانا بكسيكي صادق ناسرابون بكسيك ناسرابون كحلي مشاكلي أنا كربو خلقي بكسيك ناسرابون كأمين ودسباك وشاوباك بون ناصح بون نصيحتي خلقي أنا كركو وحي كش دابزي أو نيتربون بناصحك أمين بو قوم طائفو قالوه زكي خوان نالين إمامي أبو بكر بيغمبرا بس ألين أما كسك كدواكوتو يكيك لا باشترين بيغمبركاني الله يا يكيك لبرايسترين سيدي بيغمبركان محمد دايكو باوكم بفداي بي صلى الله عليه وسلم كدواكوتو محمدي بيشوايا لما كتبي محمدي بيشوا صلى الله عليه وسلم فيري أدب وأخلاق الدين ومعرفتها مشتك بو أمبيا وبرايزا بي والله نازانم لچو شي كلكور بگرم بتوانم بطواوتي امبيا وبرز بخمه برچاوتن كبزانن ابو بكري صديق رضي الله عنه وارضاه كيبو
سجار زواجي كدوا ام بياو برز جارك لزماني جاهليه لزمانتي لزماني جهالته قبل نزول وحي ام بياو برز جنكي حبو بنا ام رمان. والله تعالى عالم حسب معلوماتي منك بويقرا من سيره هيج داخلنا بوك ام بي ام جنا ام افرته داخل اسلام بو. والله تعالى اعلم قبل نزول وحي روشتو مردوا دعاء جنك تري هنا امامي ابو بكر بناو اسماء بنت عميس ك لاسماء وك بس ما كنت نزم شون بلا اسماء افرتك زور عجيبه سبحان الله رضي الله عنها افرتك زور عجيبه بيش ويك بيبه خزاني امامي ابو بكر خزاني جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه دعاء ابو بكر خزاني امامي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ودواي وفاتي امامي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ابو بخزاني امامي علي رضي الله عنه وأرضاه. شو كي إمام علي إكراما بو فاطمة حتى فاطمة جني بوجنينة هنا بسريا بلام دواء وفاتي فاطمة كشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال أما أسماء زواجك دواء وفاتي إمامي أبو بكر طبعا ودواء أمش جني كتري هنا وإمامي أبو بكر دواء أسماء بناو حبيبة بنت خارجة لم سيدان جنا شجدان من الله يبو إمامي أبو بكر سيدان يعني كربون وسيدان يعني كجبون لكركان عبد الله عبد الرحمن ومحمد سكرك إمامي أبو بكر ولك شكانش عائشة وأسماء وأم كلثوم سيدنا لك شكان إمامي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إمامي أبو بكر وكباري تمن بيش نزول وحي بقى مجبولين كحل إمامي أبو بكر ولا ينزم شون لفضائل أنبياء وبرزاء من الشتي لسرجة طبعا وانا منكم كدتو بهوام زور بس سريعي بخمة برشاوتان هموي مسلم وبخارية أنا رجوع كينا كتاب السيرة كان يا تاريخ يا أقوى حتى ونابي يعني ناتو أنا مصفي كين أنبياء وككيبوا قتل جهالتش يا مشروبي نخوان قتل جهالتها سجدي بوت نکردو قد لجهالت ابا کسی کی سوق یعنی کسی کی دروزن و بقیمت نبول بین قوم که بل صاحبی منزلت بو بل صاحبی منصبی کی گورب و کو باسم کر که دی بین طوائف کان حلکن کسی کی ناصح بول بین خلقه دو سال رسول الله صلی الله علیه وسلم ام پیو بر زو کو باری تمن من الطربو یعنی کاتک وحیدا بزیبو پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه وسلم تمنی امام ابو بکر والله تعالی علم سی وحش صالبو صالک پیش عامی فیل لدایک والله تعالی اعلم حسبي أو كتابنا أو سيرانا كوجوده بحر ترتيب كاتك وحيدة أبزيبو بيشوا محمد أم بياو برزسي وحش صال تمانية أم بياو برزك كسك لو كسانك مباشرة يعني دعويك دينك وحيك النازل ببو محمد صلى الله عليه وسلم إيمان ببيشوا محمد ين صلى الله عليه وسلم لا أو أقوالانك لكتب كان حيال صحيح بخاري وشنا كان ترى إن شاء الله برونا خزمتي أحاديث كان طبعا وقت باسم كر هالشيء كم بوتان كوك كردتو حمي صحيح بخاري ومسلمة أصقترين وبقوترين دلائل كان كالكتاب بخاري على كتاب مسلمة حاتو جبقن كعمار بمعنى جريته ولم حديثه كلا بخاري حاتو الله سمعت عمار يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر عماري قرته أفرمي لو كاتك وحي نازل بوبو صلى الله عليه وسلم وتاز دينك أشكار كراو يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحي بودا بزي كس إيماني ببيغمبر نهينا أبو صلى الله عليه وسلم إدلا بينج دانا عبد يعني بينج دانا كويلة ودو دانا آفرد وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال رواياتك عن إن شاء الله وكان أبو بكر هو أول من أسلم من الرجال الأحرار البالغ أول انكسك للرجال أحرار كان أي لبيا وآزاد كان إيماني بمحمد بشواهنا صلى الله عليه وسلم إمامي أبو بكر بو رضي الله عنه وأرضاه. والعبد الذي كان معه هم بلال وبلاح وبلال رضي الله عنه لعبد كان أويك لبداية أمرك إيمانيا عليه الصلاة والسلام هنا بلال بن رباح ويزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وياسر يعني ياسر بن عمار وباوكي ودايكي أو دوجنك باسمان كده داني كان خديجة رضي الله عنها وداني كان سمية دايكي عمار رضي الله عنهم كسمية رضي الله عنها إيمان لكسانك بنك لبداية إسلام إيمانيا برسول الله خوشويستنا صلى الله عليه وسلم وإمامي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولا أومن على كم تمنانك تاز إيمانيا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم هنا إمامي علي بكروكاتا تمني كم بو حوالي عشرة يعني دصالك بو كم تر والله تعالى أعلم. أما لرواتك أنا كي كم كسانك إيمان برسول الله ينسى الله عليه وسلم داني كان لبيا وأحرار بالغ كان إمامي أبو بكر رضي الله عنه أرنا خزمتي حديثك
صحيح البخاري هذا حديثك معروفة وحديثك الصحيحة. أبو درداء بما نجرته رضي الله عنه وفرمي عن أبي درداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامره، فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن خطاب شيء. ابن أبو درداء قرأت وفرمي رجل حزوري محمد بشوا صلى الله عليه وسلم دانش تبوين كإمام أبو بكر هاد بشوازه كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أما صاحبكم فقد غامر رفيقكتان برادركتان كأنه داخلي اشتك بو يعني داخلي موضعك وكو نقاشك يا هشتك لو بابتان داخلي اشتك بو أبم حالته هات جاءوا إمام أبو بكر الصلاوي كدل جماعة الدانش تفرموا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيني وبين ابن خطاب شيء، يعني لبيني من ولبيني كركي خطابة يعني إمام عمر رضي الله عنه وأرضاه اشتق ريدا، فأسرعت إليه ثم ندمت ألم من سرعة كر يعني خيرا يمكن لاختلافك كالريدا لبيني من عمر أو شيء نأب أبو متى، يعني أمشتكي طبيعي كاختلاف رؤدا لبين إنسان لبين مروبا لسرشتك كوكنين يا بحر ترتيب نارحتيك شتك رؤدا أشتكي طبيعية نورمالة. فأسرعت إليه ثم ندمت فأسألته أن يغفر لي فأبى علي، ألم من دعا ويك أم كلمة أم وشحاد بدن ما بنسبة عمر وبين مدعا وزور بشمان أبو منقسكيكم والدوام لعمر كل كلام خوش به، يعني ألم خوش بيت وطوى إن شاء الله لبيري كاشتكا. أما إمام عمر قبولي نكر، إمام عمر داوى لبرنك إمام أبو بكر رفضه وكده قبولي نكر وتي لدنا بورم، فأقبلت إليك فأقبلت إليك وبويا إمام عمر قبولي نكر داوى لبرنك كم حاتم بو خزمتي جناب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، سيجار دوباتي كردو دايكو باوكم في دابي صلى الله عليه وسلم، فرموي الله لي تخوش بي يا أبو بكر، الله لي تخوش بي يا أبو بكر، الله لي تخوش بي يا أبو بكر، ثلاثة. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله علي إمام عمر دعاوك قراه أبو مالو داوى لبرنك أبو بكر قبولنك رفضي كدوم دعاوى وخوي إحساسي ببشيمانيكي زوركر إن جاء رويشت كبا أبو بكر بلا أبو بكر من داوى لبرنك قبولك لا تبورم رويش بمالي أبو بكر بينيك أبو بكر لمالانية رضي الله عنه رويش تخزمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينيك أبو بكر لا يبيغنبر عليه الصلاة والسلام ودانشتوا كاتك عمر داخل بو سبحان الله يبقرن على وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعروا بيغنبري بيني عمر صلى الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم توربو زور توربو كاتك عمر بيني أبو بكر بيود كدعوة لبرنم لكرو قبولي نكرو زورت رب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتك عمر بني حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. إمام أبو بكر بينيك عليه الصلاة والسلام توري لعمر دو جاربة بيغمري فرمو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله من ظلمم كلا عمر، يا رسول الله والله من ظلمم كلا عمر دو جالي دو باتو كردو إنجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق ووصاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي. الله أكبر عزة لله، الله أكبر لم شرفه، الله أكبر لم تحك محمد بشواء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قسلنا قال هو هو سو هاتشيك لي وحي وحي بيكري سيري كبزانا شون مدحي أبو بكرك أفرمي أي خلقينا من رب العالمين هناربي، يعني ما بس من بشواء محمد صلى الله عليه وسلم فرمي عليه الصلاة والسلام رب العالمين مني هنار بولاتان هاتم بولاتان بموتن كالله مني ناردوا هموتان من تان خز بدروا بس أبو بكر تصديقي كردم وأوصاني بنفسه وماله ويارمتي كردم بنفسي وبمالي فهل أنتم تاركوا لصاحبي. الله أكبر مرتين دو جار دو باتي كدو فهل أنتم تاركوا لصاحبي. أيو بجل رفيقك كم لكن الله أكبر لم شرفه
كبيغمبري الله ببيابك اللي ورفيقي من فهل أنتم تاركوا لصاحبي بشتغلنا رفيق قيمن لو رفيق الصادقي من كحموتان من تاخذ بدروعه وتصديقي كده وأوصاني بماله ونفسه هو أبو بكر أقل نازاني كي بابي ناسي أقل وازاني بيابكي بسيطة نعبا حالي ببسيطني أم بيا أم بيا زور عظيمة أم بيا زور شتكي شاذا أم بيا زور شتكي عجيبة لبنك بشوازي أم قصاك فهل أنتم تاركوا لصاحبي كأنما رفيقي تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أم بياوي رفيقك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بسيطني أم بياو لا فما أوذي بعدها أبو درداء راوي حديثه قبل ما نقرته أفهمي فما أوذي بعدها دعا ويك بيستم رسول الله صلى الله عليه وسلم شم تحي أبو بكر هكا إي تربهي شوازي نمهج دلي أبو بكر من ليبيشه تكون الصحابة الزانية عن حساب هذا الدس يعني كأجد دلي أبو بكر بيش يعني دلي رسول الله تيشان دو صلى الله عليه وسلم كس يتر دلي أبو بكر نيشان أفرمي يتر من دلي أبو بكر نيشان أبو درداء أفرمي الحديث كان الحديث قدر على صحيح بخارياته أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبوابي يعني الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر الله أكبر عزة لله عليه الصلاة والسلام فرمي أويك جهادي في سبيل الله لرجي قيامته درقاق لدرقاق كان بهشتك خاصة بوانيك قتال ينكر في سبيل الله بانيان لكن لدرقاق أوانيك بروجوب بانيان لكن لباب الريان ألين ورن ليرو داخل بن أوانيك صدقين دا لبابك لدرقاق تايبته بانيان لأكن إمام أبو بكر فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كسه اللي حمو درجة كانوا ملائكة بانيكا ها كسه يا رسول الله وهبي فرمي نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر فرمي بلي وتمنى أكم تويك لو أنا بيا أبو بكر فبزن أم بياو بسيطني أم بياو كسك زرع عجيب أبو بكر زانترني صحابيا عالمترين مخلصترين شاكترين باشترين نيم أنا وقت أبو بكر ماني لبيني صحابة جيب بقولن أما مدحكني اللي أنا أبو محمد أو أما كتاب وسنة وعلى لسانم بياو برزة قصي أبو محمد نيا حاشا كتاب وسنة وعلى لسانم بياو كم بياو شتكي بسيط نيا شتكي أو بياو كي بسيط نيا نا جيب بقولن الحديث كي مسلم على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما من أصبح منكم اليوم صائما پیغمبر علیه الصلاة والسلام روجه قلل لي صحابة ورئيزة كان يدانيش بو فرموي كي أمرو لأيوة بروجو يا فرموي أنا يا رسول الله أبو بكر قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فرموي من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن تبع منكم اليوم جنازة كي لأيوة أمرو دقل جنازة روي ويارمتي جنازة كير فرموي أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي فمن أطعم منكم اليوم مسكينة كي أمر طعامي بمسكين دا فرموي أنا يا رسول الله أبو بكر صلى الله رضي الله عنه فرموي فمن عاد منكم اليوم مريضا كي أمر سرداني نخوشي كدور وشتو ولا مريض فرموي أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عليه الصلاة والسلام فرموي ما اجتمع في امرئ إلا دخل الجنة أأمان له هيج مروبك أكون أبيته إلا دخل الجنة إلا دخل بحشت بيت سيري شهادتي رسول الله كان صلى الله عليه وسلم لسلم بيا وبرزب بخاصيكته أهلي بهشتي أبو بكر قلنا الحديث كتراكا دايك إيمان داران عائشة رضي الله عنها فرمين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنحي قال إسماعيل يعني بالعالية فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال عمر والله ما كان يقطع في نفسي إلا ذاك دايك من عايشة جرته كاللو رجاك محمدي بيشوا دايك باوكم في دابي صلى الله عليه وسلم وفاتكر إمام عمر فرموي بيغمبر نمردوا حاشا نمردوا وكو موسى چون قومك بجهشتو قراو او روشتو اقريتو جا فرموي اكو جم هركسي قبل محمد صلى الله عليه وسلم فوتي كدو
لا حديث كاف ما كان يقطع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. دواويك عمر عوالة درو وسطاوة كارثيكي قوري، يعني حادثيكي قوري، يعني شتيكي قوري لجياني صحابة رويداوة أو محمد صلى الله عليه وسلم كصحابة أو همو خوش يعني استوى سيري سيري بكا كاتكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبداية وحي وحاتو للاي مالي كعبا باسي دينك الله عز وجل كفار قريش دس يعني كربي استهزاك دني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسوكايتي بليدان بعموشت كس نبو دفاع لك أبو بكر بتاقي تنيا هاد دفاع لك يكيك لكافر كاني قريش نعليكي بيبو كجيركي لچيو بولا داربو أما ني دابد موچاوي إمامي أبو بكر كأوابائي كربو يعني كس بيوان أبو كبميني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. بريانه وما لو كات علي 8 صال 11 صال والله تعالى أعلم حسب سيرك وعلي قوتي أوين أبوك دفاع لبيغمبر صلى الله عليه وسلمك دعوك بريانه وما لو خاردني أم بيداو توزك باش بو چاوي كدو يكم برسيال دايك يوتي دايا بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشا صحابة أوابون رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم لخوان ولنفسك يخوان زيادة الخوشة بيست. إن جاء فرمي عمر لدرو أعوى أم كارثة قورة رويدة ولحياتي أنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم ما على بيني أنا خلق زور بطاقة عمر أعوى تكتو علي هركسي بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مردو أدم لقردني إمامي أبو بكر حات خزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلا جسدك عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامي أبو بكر حات خزمتي جنازك عليه الصلاة والسلام روي مبارك محمد صلى الله عليه وسلم إلادا فقبله وما جينا وتولي بيغمر عليه الصلاة والسلام كر قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. فرمي بدايك مو باباك مو فداء بفداد بم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه مردوي شبه زندوي هربوت خوش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيدي لا يذيقك الله والسيم بأوك سيك نفسي نفسي أبو بكر بدسيتي والذي نفسي بيدي لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. إنجاب إمام أبو بكر رضي الله عنه ما تشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول فالمويسوين بوزاتك نفسي أبو بكر بدسيا شب زندوي شب مردوي حربوت خوشة إنجحات دروا. فرموي فقال أيها الحالف فرموي أيو كسيك السوين دخوي يعني ما بستي بي عمرك السوين دخوالي ونمردو بيغمبر صلى الله عليه وسلم. فرموي أيها الحالف أيو كسيك السوين دخويتو آوى علي بوسطة. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر كاتك إمامي أبو بكر دسي كربق سكر نوها تقسى إمامي عمر سكوتي كر. فحمد الله أبو بكر حمد صباص وستعيش الله عز وجل كر إمامي أبو بكر. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إمامي أبو بكر فرموي خلقنا أويك محمدي أبرست بابزانك محمد صلى الله عليه وسلم فوتي كردو كوتعي في حد وأويك الله أبرست بابزاني الله سبحانه وتعالى حي ونمردو وزندو. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. إن جاء كيف عندك الله سبحانه وتعالى فرميت أمرت أوان شمرن. إن جاء فرموي وقال وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إن جاء آيتك إخوين دبارة إمام أبو بكر كالله عز وجل فرمي وما محمد إلا رسول قد خلد محمد هجنية جقل بيغمبرك الله سبحانه وتعالى ناردو يبوتان وبش أو بيغمبراني تريبوتان ناردو أفإن مات أجر بمرد بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل أجر فوت بكات يا بيكوجن انقلبتم على أعقابكم أي حلا قرنوصر أو رقا ورشالك كل الرابردو على سريمون ومن ينقلب على عقبيه وحركسك مرتدو بيتو حل قريتو قريتو سر أو رقا ورشالك لجاهليتك لسريبوا بابزاني فلن يضر الله شيئا
حجز رب الله سبحانه وتعالى ناقينه وسيجزي الله الشاكرين والله سبحانه وتعالى جزاء شاكرة كان ذاته لرواية كان البخاري لرواية كان تراحته صحابة على كاتك إمام أبو بكر أم آيتاني خندو كأنما إسرعتك داب زيوان يعني وابيري خستين وكلم موقفك آوى سخت سعب قرصة پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبین صحابه رویشتو خلقی حمود اخدان ناراحت انجا امام ابو بکر صدیق امه آیت کان بیری خلقی خاتک خلقی محمد صلی الله علیه و سلم بشریک بوک خومن والله سبحانه وتعالى اوافر ملسری اگر فوت بکا یا بمری آیا حلق النصر آرگ و رچلک ککلا پیشتر ال جهالت ال سریمون افرمی ام آیت ک خند امام ابو بکر خلقوان زنی اسدا بزی و اون تازه بو آیت ک لو کاتا اون شوینی خوی بو خلق دم او دم آیت کان خند ول بینی ک سبحان الله العظیم سیری عقل و درایت و گوری ام پی او کن ک چون استدلال ب کتاب ک الله سبحانه وتعالى ک ال موقف کی حستیار ابم شی وازک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوچی دعای کدو جل حدیث کی ترا طبعا انا حديثك استخلكين اشاره بيكين ما باسي سقيف بني سعيده كزور جار بكرات باسم كدوله وتاركاني تراك دو وفاتي بيشوا محمد صلى الله عليه وسلم لسقيف بني سعيده برادر انصار كانوا هندق لمهاجر كان كوبون ولا سرويك سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه هل بجير با جينشيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعنواني خليفي مسلمانان إمام عمر رضي الله عنه وأرضا كاتك بابتك بيست باني لأبو بكر صديق كروتي ورا بابرون بولا برادر كان من لسقي في بني ساعدة أم كيشا حل كيم زانين شون أوان خريك خليفة أمير حلب جيرن ببيويك الرابج ومشورة بأيما بكن علي بيشويك بقين سقي في بني ساعدة كومالا وتارك كومالا قسيك من مشكي خوما حازر كربو عمر فرمي كاللبيا باسي بكم عليك روشتين حاتم قصبكم أبو بكر نيهش توزل حديثك دام بخير مجك مطول حديثك الزور زور ما شاء الله أفلمي فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقرة أفلمي نيهش من قصكم أبو بكر خوي قسيكت وأول من حليم تربو شاك تربو فاميدة تربو جير تربو آقل تربو قصزان تربو أفرمي والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري علي والله لو شانك لمشكي خوما حازرم كربو كبيلم هيجي دوانا خز بل باشتر وشاكتل لمن هموي أداكد وهمويوت إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيد بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر أفرميت لبين ما ندان اشتبو إمامي أبو بكر دستي منه يعني دستي عمر ودستي أبو عبيدة جراحي حل برزه وكده وحل بري فرموي بالصحابة كان فرموي أي خلقين ايوه بكام لم دوبيا ورازي بن بابيعتي بيوينو بكين بخليفة علي عمر حتشيكي ود أبو بكر حموم بدلبو جيقا أعلم شنك دستي مني حل بري بهواب وبمكا بأمير بسر خويو إنجا سيري بكا سوين دخوا عمر سوين دخوا رضي الله عنه أفرمي والله سوين الله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم علي سوين الله حزمكر بدري لقردنم قردنم ببشريت أوان بلاو باشتر بو تاويك ببن بأمير بسر خلقك وبسر كومالقاك وكأبو بكر تيايا سبحان الله العظيم سيري أبو بكر كان شي شخصيتي شكا سايتيكا كلبيني صحابات شون عزتو احترامي أمبيا وبرزة كسيق وقع عمر فرمي والله حاضر بم بدري لقدنا بس نبم بأمير بسر قوم طائف وقالوا هوزك وكأبو بكر تيايا ألي أأمن بدلنا بو أمين بدلنا بو الحديث كتير دوبارة صحيح بخارية هاتو أنس بما نقرته فالمئة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان
فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أفرميت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال إمام عمر وعثمان وأبو بكر تشيفي بربو كيب وشاخ أحد وكيبي أحد لو كاتا لحديثكها فمي فرجفت أي هزت يعني شاخي أحد أعوج تكانك يخوار شكانك جاء عليه الصلاة والسلام فرموي أثبت أحد ثابت بأحد ملرزة بوسطة أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فرموي بجبل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه بخاري حديثك لبخاري أهد وبتخريجه أفرميت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجبل أحد فرموك أي أحد ملرزة بسرت ووسطى ونبي بيغمبري الله وصديق أي أبو بكر صديق رضي الله عنه وأرضاه وشهيدان ودو شهيد جلست ووسطى ما بستي بي عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وما خبرك غيب كبي شهادتي إمام عمر وإمام عثمان رضي الله عنهم جميعا رسول الله خوشويست صلى الله عليه وسلم خبري شهادتي أمدك لبياوي بمن داوا وأمل فضلي صديقي أمة كبشواي مروفايتي محمد صلى الله عليه وسلم بأبو بكر فرميتك بجبل أحد فرميك ملرز بسرتو وسطاوة نبي وصديق وشهيدان صديق بسرتو وسطاوة بصديق خطابيك الله أكبر لم شرف لم عزتا لم قوريك أمك لبياوي هاي بولا عند لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث كتير دوار لصحيح البخاري أفرميت لحديث كافرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال فأتيت فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم عمرو بن عاص رضي الله عنه وفرميت بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشتم بولاي برسيار ملكلوتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوشويسترين إنسان خوشويسترين مروف لاي جنابتو كي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا عائشة فرموا برسيار ملكلوتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيا وكانا فرموا أبوها باكي عائشة أي أبو بكر الله أكبر خوش ويسترين بياولا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بوا أفرمي الدواء أوكي أفرمي عمر أفرمي الدواء وفعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم أفرمي الدواء عمر كما الله بياوي كتري ود إتر من ترسام برسيار منكر وتم شاهد ناوي من لآخر آخر ناوي كان أبي بويا لخم ترسام يتم برسيار منكر عمرو بن العاص وأفرمت وسيري كان أمتش شرفك أمتش عزتك أمتش قوريك أمتش اشتق لمبيا وبرزايا لأبو بكر صديق كمحمدي بيشوا صلى الله عليه وسلم خوش ويسترين مروف بلايا وكتكي أبو بكر بولا جنانا ولا بياوانا باوكي عايشة بوا يعني إمامي أبو بكر صديق رضي الله عنه وأرضاه كي أتواني إنسان نزاني بلا كي براسي اشتق لدليا بالنسبة أعوى شخصك محمد صلى الله عليه وسلم لها مكسي زيادة الخوشي به جيقى لكسك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض وكوشيع القرآن بيروزة جل جلاله وفرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم كاتك محمد بيشوا صلى الله عليه وسلم عزم كاد لسر هجرة كردن لشهر مكة طبعا أو حديثك لمحمد صلى الله عليه وسلم هي لسر بابتي هجرة كرديني لما كولا قال أبو بكر حديثك زور مطول هي لصحيح بخاري كبراسي
كات او درفتنا دابا من او اذننا دابا من همو حديثه كبكين بكرديكا ب ب بصريعي ان شاء الله بيشكش تاني كم كلا حديثي كي صحيح على صحيح بخاري وجودي هيك امام ابو بكر ويا لكر كلا شاري مكة بامر رسول الله خوشوي صلى الله عليه وسلم باذن اجازه عليه الصلاه والسلام خارج بول مكة بيش ام حادثه خارج بوني ابو بكر لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش اما خارج بول شاري مكة امام ابو بكر بروا لولاتك ترى لشونك ترى لحبشة طبعا لحديث كافا قبل الحبشة كان بهواء ببروا أبو حبشة لبيني رقا قيشت بكسك بسروكوزك لسروكوزك كان كافر كان بناو أبو دغنة يا أبو دغنة شي بيلم بلام حديثك بخاري من خندمو علي أبو دغنتي ها أبو دغنة سروكي يكك لعشيرة كان لهوزة كان عربو سروك بو كسي كي بناو بانغ بو لبين عربا لبين رقا إمام أبو بكر صديقي ميني فرموي بو كيرو يا أبو بكر فرموي والله قومك من أعلن عبادتي الله سبحانه وتعالى بكم لمالك خما أروم دارو أعوى لسر وچي عرضا أروم تعالى شوينك بياكم مو دين داري خميتي أبكم وعبادتي ربكم كم أي أبو دغنا بإمام أبو بكر ود هل قررو كسي وقتوك وابي بروا كسي وقتوك دعمي خلقك كأرواب ولاي نخوش كميواني إكرامي ككسي كوتو نخوش يا سلامتي كي وين يا باري بي أدا يا عرمتي كا أقيل كسي وقتو كوا أبي خارج به وكوا أبي كسي وقتو خارج كان بيود هل قررو ومن جواري تو قبولكم يعني كفالتت برقبتي من أو بقلت بأسطوي من كفالتت قبولكم لا قريشا هل قرروا لمالي خوتا عبادتي الله كا سيري أخلاقي أربك انشني أخلاقاتي باشي انتيا كابرا كافرة هل قرروا جواركت من لجواري من أدانيشا يعني من قبولتك من كفالتك من كسبوين تعرضت بك قرانو بولا قريش بقريشي ود أبو دغنك أم بياوة چون دريكن أم بياوة كسي كأغيل نخوش أغيل هتيمة أغيل فلانة چون كسي يوا دركن قريش لجواري أبو دغنا قبول يانكر كأم إمامي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بمين تولى مالو حالي خويا وعبادتي ربكيك بكم الله مرجك وتيان مرجكي أويك دنجي قرآن هل نبري لا أنزاري عموما قرآن نخندو چكجن كان ما نمنا الله كان من تشي فتناك ما وایکی پیچو امامی ابو بکر للای مالکی خویا شونی کی وگ مزگو دروس کربو لوی بدنگی برز قرآنی خندو پنجرکان کراو دانا بو جنانی قریش و منالکان یان احاتن لدرو گانا گله قرآن خنو وکی امامی ابو بکر و اگر سیری سیرکی دن خوشترین پیاو بو امامی ابو بکر لبینی صحابه سبحان الله دوای رسول الله صلی الله علیه و سلم دن خوشترین پیاو بو امامی ابو بکر لقرآن خنو امنت دنگی خوش بو ام پیاو برزا طبعا لسیری إمامي أبو بكر عجز سيري جست وقيافة أمياء وبرزكيل سيراء أمياء كيزور نحيف بوا أي لا غربوا حتى كاتك أوصاب بتواطي قامتي رازنا بتوزك انحنال بشتيا وجودي أبو إمامي أبو بكر أم بيشاني وجهي دابو يدرو أمن لا غربوا إمامي أبو بكر بس بويا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بعشرين تلا الله سبحانه وتعالى ويك بإيمان وبتقوى لا الله سبحانه وتعالى وأبو بكر صديق يكيك لو كسانا بهر ترتيب هل قريتو ادوائي لي حتى قريش دوباره بانيا لابو دغنا كروتيان كا كان بياو كتو جوارك قبول كدو من حتى اني انسى هيج مخالفين شكو حال جواري تو بس ام بياو مخالف احدو بيمانا قا بدنجي برز قران خنيج نكان ما من على كان ما توشي فتناك برو بيبلوانك يا لما لي خويا دانيشي عبادتي ربك يبكى يا بعلنينيك علي قبول ماكن ابو دغنا روشتو بولاوتي بوتني وابك يا أبو بكر أجر بهوال جواري من أب منك النبي وابك إمامي أبو بكر فرموي جواري توم نبي تر جواري الله رسول ومباشرة الله أكبر نمك الله بياوة الله أكبر لأبو بكر الصديق هاتشي ملاين هركما وأعلم كتابك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أمري بصحابة كان كل هلم حديثة مباركة لصحيح بخارية طبعا ما حديثة فرموي برون بو مدينة هجرتك بو مدينة إمامي أبو بكر دعوى رخصتي كل الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلا سر أمرك كيف يشوى محمد هجرتك عليه الصلاة والسلام فرمي داني شا أبو بكر تجاني مرة هجتي ولا آخر وبيكو هجرتي أنكر زور خوش حال بكاتك إمامي أبو بكر بيستي كرسول الله صلى الله عليه وسلم بهواية قال أبو بكر صديقة هجرتك الله أكبر وعزة لله هل تعرفش نقش نغاري ثور لو شوناك كافر كان هاتن بدوانا رب العالمين في المساكين من دعب زنبو أبو بكر قال لصاحبه رب العالمين برفيقنا بيبا أي حوال أقلتان هي بالنسبة إمامي أبو بكر
او كساني كبيريزي بم كلا بياوا اكن تنيا كافر بيريزي بيكا تنيا منافق دروزن بيريزي بيكا تنيا كسي كل الدليا نخوشيني تيا والرب العالمين اذا فاك بنا خوشينكي بيريزي بم كلا بياوا كا انا امام برسترين صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سبيا حدش بلن هالكما هان مقصرم حدش بلن هان مقصرم هشدا حقي خويم ادا نكدون بياوا جيب قرن طبعا هو حديث قصير يقول صحيح البخاري ما شاء الله زور زور طويلة او حديث كباس مانكر ابو دغنتي اها فلما ابتلي مسلمين خرج ابو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى اذا بلغ برك الغماد لقيه ابو دغنتي وهو سيد القارة فقال اين تريد يا ابا بكر فقال ابو بكر اخرجني قومي فانا اريد ان اصيح في الارض اعبد ربي قال ابن دغنتي إن مثلك لا يخرج ولا يخرج هو كتب ياي وكتب كدر يكاو كي أبي وبياي وكتب دربك وبس يمكن ما شاء الله حديثك طويلة من بكردي بموت أنا مباسكر والله أعلم كفايتك لحديثك كدر على صحيح البخاري ذاك ما عايشة جرته رضي الله عنها أفرمتك قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطيع أن يصلي بالناس وأعاد فأعاد له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس لو كاتك بيشوا محمد صلى الله عليه وسلم آزارنا رحتي وإليك البكنيت وأن ينجك إقامة بكابو خلقي سجال الرواية كاين ترى فرمي حاولي داد سنجي غير حصتي نجبك هر سبحان الله بدأك مباوك مبافي دائبم نيتو أني نجاك يبكى نيتو أني نجاك يبكى آخر جاري سيوم همو جاري كد أكو تحالتي إغماء وشاوية كدو فرمو آي خلق نجي أنكر أصل الناس آي خلق نجي كد آي خلق نجي كد هيا عمو والله يا رسول الله خلق شاوريتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق شاوريتك آخر فرموي مر أبا بكر فليصلي بالناس بأبو بكر بلن بيت بيجنجيك أبو خلقي دائك مال عائشة بيفرمو برسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمو إن أبا بكر رجل أسيف يعني إمامي أبو بكر بياوكي جملي زور إحساساتي يعني نتواني دمعي خوي دموعي خوي أي فرميسكي خوي بو كنترول ناكري يعني سيتري نية بسر فرميسكي كاني خوي قرآن خويني بخوي نية أقريه هر اگریه تو بخوی نیه هر دوپاتی که دوی عاده که بخوی نیه ام پیاو دست که با قرآن خوندن اکثر اگریه اما نتوانه الا مقامی تو ابو استیار رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره دوپاتی که دو فرموی فمر رو بل ابو بکر فلی صلی بل ناس برون دوال ابو بکر کن بز نیش که سی جالی دوپاتی که دو که انو کس نیل بینی صحابه شایانی او بید حیاتی محمد صلی الله علیه وسلم برنوجی قلن که الا ابو بکر الا صدیق إلا أمير المؤمنين أبو بكر صديق رضي الله عنه وأرضاه طبعا اللي رأى وشيك لحديثة كائم فيم خوجنين ترجمة كما تشكو أهل السنة بشي وازك ترجمة أم كلمة يعني كدوتو كإن كنا صواحب يوسف فيم خوجنين براسي تشكو هندي كان الله نعود دائك عائشة وايوت كمثلا باوكي دور بيت له مقامك خلق جنيبي بينا دايا خلق دا الله المستعان بس لك حديثك وباسم كر أهلي سنة وجماعة وتفسيرك نوكا مثلا جنكي عزيزي مصر باني لخلقي كر بو دعوتك بو زيافتك بلما بستي بو نبوك بو زيافته بو دعوته بو وليمك بينما بستي أبو يوسف عليه الصلاة والسلام خارج بيت أم بي بينو بزانن كجنكي عزيزي مصر لخورا ضلينت ونم بياوا علي ايوش ما بس براسي بين خوجني تفسيري كما هارون كفايتك على روايتي كترا لروايتي كترا علي دوباره ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ابو ما نقرته في الماء ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان فاطمه طبعا ما حديثه كترا اجينا وخزمتي ام حديثه برون بو حديثه كان يتر طبعا لحديثه كان يترا سيدي يمكن كاتك الرسول صلى الله عليه وسلم فوتكات كاتك فوتك عليه الصلاة والسلام أبو هريرة فرمي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كرد زور بيزول العرب هندق العرب كافروا بونو جماعاتك بون بمانع زكاة. إمام أبو بكر برياري دا قتال كان لقل مانعين زكاة. إمام عمر فرموي شون قتال كان لقل يانا لكاتك عليه الصلاة والسلام فرموي من قال لا إله إلا الله وأني رسول الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إمام أبو بكر أفرمي فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله قتالكم لبين أويك فرق بخذ بين نجو زكاة، زكاة حقي مال أبي بيدا أبي بيدا، والله لو منعوني آل حديث كالب، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله. والله يقر عناقك كوشتري بي أبسنا وبيشتر أعوى منع ممكن كبيشتري عن دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسان نيدا بمن والله قتالي أنا قلاك جاوب القيلة سلوكا كساني كي نفام ألا يمكن أن الزكاة يكجار أدري الزكاة يكجار نينا خير غير زكاة يكجار بواي كوا كابرا عناقك كي داوة يشتكي داوة تبودو باتة بتو زكاة يكجارني زكاة حمو صالة كبه بدري. طبعا او درس كتابتي بالغزور لسري باسي بكم لرا امام ابو بكر سند خوا والله لو منعوني عناقا كان يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها قتاليا لقال الله كان نسر او منعك ايكن ابي بيدا اوية تاندال الرابر دو ايساشا ببيدا بقردا كجيجا ببيدا بوتان يبلا نايدم. إمام عمر فرمي قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر. عمر فرمي والله إلا أوبك الله سبحانه وتعالى صنقي أبو بكر صديقي برفراوان كر حق كيبي فيركر وعرفت أنه الحق وزانمك أو حقك أبو بكر إليه. سبحان الله لوصف أمبيا وبرزاحة تشيبلن كما لحديثك كي سبه هواب بيخين مو لسري وصلين بقى مشتان ببلنك او اشتانك بالنسبه امام ابو بكر هيا كمالك نخوشتل كمالك في قلوبهم مرض وكشيعة فزادهم الله مرضا على ظلم كدول فاطمه الحديثه كذلك من عائشه وما نجرتهم ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان فاطمه عليها سلام ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ابا بكر الصديق بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه، فقال لها ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. صحيح بخاري. فغضب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجر أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. لحديثك عليك فاطمة حتى خزمتي إمام أبو بكر داوي إرث ميراثي باوكي بريزيك المحمدي بيشوا صلى الله عليه وسلم. إمام أبو بكر فرمي من لرسول الله بيستم صلى الله عليه وسلم كأفرمي لا نورث ما تركنا صدقة. فرمي لي ما هيش تكبو ورثنا من تولى الصدقة وشتانا بين بيبن أنبياء ورثاني يعني اشتك يعني لصدقة من توك أيوة بين بيبن بونيا علي فغضب فاطمة. فاطمة لإمام أبو بكر توربو وإمام أبو بكر هجر فحجر أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. ولقل إمام أبو بكر عقسينك حتى فوتك رضي الله عنها حتى فوتك وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جياب شجمان. طبعا ما هيشتك لفضي فاطمة رضي الله عنها كم ناكت بالنسبة أبو بكر كبلين قبول نبو با خلافة إمام أبو بكر قبول بو لم باب تدل نقران بو لإمام أبو بكر وأو كسانك الدليان نخوشين وآزاري تي على إمام أبو بكر ظلم كرو لفاطمة طيبة وإمام أبو بكر حاشا أبو بكر ظلم حاشا أو كلبياوا اتهام ليبي بالظلم معاذ الله بس أو إمام أبو بكر أي عمر دعاء ظلم كر أي دعاء عمر عثمان
كنا بلا عثمان رضي الله عنهم جميعا أي علي رضي الله عنه كاتك أبو بكر خليفة آيوتي بخلكي خلكينا أبو بكر بيشتر ظلمي لا أولاد كان من كدوا لأن وكان محمد صلى الله عليه وسلم حسن وحسين ولك شكي فاطمة أمسر تسامنه محمد صلى الله عليه وسلم أجاب كركاني من واتبع حسن وحسين وبدأك أن كيسنا معه آية علي واي فرمو آية حات لميراث ولإرثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اشتك بابا من على كاني خوي بلا أما بوئي وبو عباس بو فضل بو أواني تربو كسكار كاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا بو الشيعي رافضة أواني في قلوبهم مرض طبعا هندك لا شيخ وشيوخ كان تانوكو ملاكريكات أرأيك الشيعي مسلمان باجني وآبن بياوبن كخريكين آوا وصفيكين بلعنتي لكن معاذ الله استغفر الله ربي وأتوب إليك علي بلعنتي حن مسلمان الشعب كافر نازان جا والله إنسان بيسير نازان بلا شي براسي بحر ترتيب لحديثة كانت ترى دوبارة حاتوها لا صحيح البخارية كان حديث كتير حاتو براسي وازانم حقي بابتك بطواتي نمدا وهشتا بلا من سر وصفي أنبياء وبرزة زرق صحيح لصلح حديبية كاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم تشيفي بربو حج لحديبيه وسطانيا لو كاتا سهيلي كري عمر كسكي مشرك بو هاتو توافقنا مكين وسيلك الله عليه الصلاه والسلام وريك وتنسلويك امصال حجنك عليه الصلاه والسلام قرانو امام عمر اعتراضي كروتي اري امام سلمانين اما لسر حقنين اما كارو كدوي باش ناكل بو ابي امشرت انا قبول كين سبحان الله ابو بكر الصديق سيري كان شون جوابي داتو علي عمر هو رسول الله يا هو الخيوق سناك أو الحوار زوق سناقة أو بيغمبري الله يا هيك موقفك نبوة لجياني محمدي بيشوا صلى الله عليه وسلم لعسر أحدي خويا شتك بلي شتبك أبو بكر مخالفك حاشا دسي ناخي لا هموشتك تصديقي كدوا قريشات بولان استهزام بيقر وتي رفيقك الله روشتون بو أسمان وحاتو متولي يكاتا وتي أقر محمد بيتي والله راسك وتي أن محمد صلى الله عليه وسلم وعديك كسراء فارس وتي والله راسك هرشيكي أبيست لأسواق كاني مكة لأسواق كاني مدينة لهرشنك قصيك أنا بيست أعود أقر محمد وتبيتي والله راسك بس تصديق بو أبو بكر يعني تصديق كتاب السنة فقط أبو بكر يعني آواك الله بيابك فتواك ليدس ناخي مخالفي شرعي الله بحاشا وكلا كستان بيليو بلا من متبعي أبو بكر أنا متبعي أبو الحسن هش علي والله مصنع هاي لو خلق الدامه وتسلي شبابك هاي لو خلق الدامه الله هدايت ماك يا ربي واقبت ما بخيرك لما واقفك كأبو بكر وسطا وبشدة وسطا لسربابتك دواء وفاتي صلى الله عليه وسلم جيشك دان أبو عليه الصلاة والسلام برو أبو الروم بسر كردي أسامة دواوك فوتك صحابات مولا أبو بكر كان يا أبو بكر يا أمير المؤمنين ما ينيرم جيشك كرة خلق مرتد وبوتك كشمان بدروسك وتي والله يا ببري وتي عند باء أسامخ أمير نبي وتي والله كسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كدو يبا أمير أبو بكر نايقوري أبي هر أسامة به لچندين موقفة أمبيا وبرزة حلي إشكالي كدو لبيني صحابة مصر بولا سر كتاب السنة وسطاوة نترساوة نلرزاوة حقي وتوى ولو كره المشركون أبو بكر أبو محمد عاجز لو نا أبو محمد أمثالي أبو محمد إش عاجز لوصف أمكلا بياوا مبالغة ناكن لوصف أمكلا بياوا كبيكين بشتكي عجيب ملائكة بو بيغمبر بو لا حاشا لين زاناتريني صحابة بو باشتريني صحابة بو عالمتريني صحابة بو خوشويستي محمد بو صلى الله عليه وسلم كسك القرآن بيروزا رب العالمين شهادة دار سريك رفيقي رسول الله بو صلى الله عليه وسلم الله أكبر لم عزتا الله أكبر لم شرفا الله أكبر لم منزلتا لم وقارا لم جايقا لم شينا لم عزمتا وهرتا دنيا دنيا بيت فضل قوري أمبيا وحاشا حلنقرا إلا بو كسانك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وانش قسان باهي چيكا شيعيك يي قرآن خابدروه ككفركا كألي يكجار برو بو قبر پرسي على برو قبرك حسين پرس لكربلا بدال 600 مرة حج علي بدال 600 جار حج كردنا شيعيك قرآن خابدروه هل بعيد وصف أبو بكر مانبوب كبخرافة بعيد نيلي وكلام الله سبحانه وتعالى غابدروه أو باوري بهندي خرافاتك كخشيا نتوانا بيسلمنن
باوری به کابرایی که بناو مهدی 1280 سالالین غیبه کس نزانه لچاوانه کانی سامرایه لکربلایه کس نزانه کنه غیبتی کبراه هیه غیبتی صغراه هیه شیعه هر اساسه کنیسه غلطه شیعه و درو یعنی یک یعنی اگه دروت لشیعه کشه درو هیچ اکتیانه منه الا اللهم علینه من منتسبین به اسلامه و لاف و گزافی خوشویستی محمد یعنی لدلائه علینه من محمد ما خوشوی صلی اللہ علیه وسلم انا شیعه یعنی درو هیچ بويا فضلي إمام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حاشا هل نقرأ بوأويك عاقل به بوأوي عاقل به ويا ربي الله سبحانه وتعالى بمن كابكسانك وكو أبو بكر والذين اتبعوهم بإحسان آوية آوية وك أبو بكر به وك أبو بكر تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وك أبو بكر مخلص به وك أبو بكر شجاع به وك أبو بكر صادق به وك أبو بكر كلابياو به والذين اتبعوهم بإحسان ومعناك يا يا ربي الله سبحانه وتعالى لو أنا قرأ ما ماك وكو أبو بكر بن ببيابك شاكو صلحاب أم دينا نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء صراط آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.